بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن الراوتس. الراوتس أو التوجيهات الموجودة عندك في الابليكيشن المسؤولة عن إن الشخص لما يطلب ريكوست معين يروح على URL معين بترجع له الفيو المناسب للريكوست ده. حلو جدا. قبل كده وقبل وجود الـ MVC pattern وقبل الـ framework، لو أنت شغال pure PHP وبتعمل تطبيق من تطبيقات زمان، كان بيكون عندك مثلا الموقع mytestingwork.com مثلا، بيكون عندك على الروت فيه حوالي 20 او 30 فايل، كل فايل فيهم بيعمل حاجة معينة، واحد بيعمل add والتاني post والتاني edit delete على سبيل المثال. فانت بتروح تكتب mytestingwork.com/add او تدوس على زرار يوديك على الـ URL ده علشان تقدر تضيف حاجة للداتابيس. فكل URL عندك بيكون فيه ملف باسمه اصلا. دلوقتي احنا عندنا المميزات اللي قلناها في الدرس بتاع الـ MVC. عندنا بنية احترافية بتفصل البيزنس لوجيك عن الـ UI زي ما اتفقنا، وعندنا كمان ان الراوتس دي مش شرط تكون بنفس الاسم، ممكن الشخص يكتب مثلا صفحة اسمها contact ويكون انت عندك الصفحة او الفيو الخاص بيها اسمه كول مثلا. فمش شرط ابدا يكون اولا الملفات مرمية في المشروع برا، ومش شرط ابدا نفس الاسم يكون نفس الريكوست او نفس اسم الريكوست اللي الشخص بيطلبه. دي بقى الاحتراف، ان انت عندك الفول كنترول على الـ URL بتاعتك، وعندك الفول كنترول على البنية ان انت تحط الحاجة في المكان المناسب ليها. طيب حلو قوي الكلام ده، ده كلام نظري ما يدخلش في ذمتنا بشيلين، احنا عايزين نتفرج عملي. هندخل دلوقتي على الراوتس بعدين web.php. ده اول راوت عندنا. اول راوت عندنا بيروح على صفحة الروت. صفحة الروت لما الشخص بيروح عليها بيرجع له فيو اسمه ويلكم. صفحة الروت يا جماعة بتعرف بالسلاش، السلاش ده هو الروت بتاع الموقع بتاعك. حلو جدا. عندي دلوقتي حاجة اسمها جيت. مين الجيت؟ الجيت هو ال HTTP request بتاعك. عندك جيت وبوست وباتش وديليت وحاجات كتير جدا، لما تيجي وقتها في الكورس هنتعلمها بإذن الله. يبقى انا عندي جيت request، ان الشخص بيعمل جيت request ان بيروح على الروت بتاع الموقع، بروح مرجع له view اسمه welcome. حلو قوي الكلام ده. انت تقدر ترجع للشخص view، تقدر ترجع للشخص string، تقدر ترجع له json object، تقدر ترجع حاجات كتير جدا وهندرسها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. حلو قوي الكلام ده. يبقى انا كده بنفذ اللي انا قلته فعلا. طب انا عايز اعمل راوت جديد بقى عشان اتعلم وافهم الدنيا ماشيه ازاي. هتكتب ROC tab لو انت عايز تختصر وما تكتبش الكود كله. دي من السنابتس اللي انا منزلها من الاضافات اللي قلت عليها في الفيديوهات اللي فاتت. حلو جدا. الصفحه بتاعتنا اسمها ايه يا شباب؟ هروح على الروت كده بعدين اقول له الصفحه بتاعتنا اسمها about me. دلوقتي الشخص لما يطلب ريكوست للاسم ده، يعني هيروح على موقعك yourwebsite.com/aboutme، هيرجع له حاجه معينه. ايه بقى اللي هيرجعه له؟ هيرجع له فيو، الفيو ده اسمه about. تمام جدا الكلام ده. حلو جدا، مش هنباس اي داتا دلوقتي لسه. دلوقتي انا هسالك سؤال، هل انت عندك about view هنا موجود؟ خلينا نشوف resources views، مفيش. حلو جدا، هسيف وهروح. اول حاجه تلاحظها ان في ايرور، لانه اصلا مفيش عندك view اسمه كده. about me كتب لي ايه هنا؟ view about not found. انت ما عندكش view اسمه about. تعالوا مع بعض ننشئ له الفيو ده. هعمل هنا ملف جديد وهسميه about.blade.php. ده الملف بتاعي. عندك طريقتين ان انت تكود الصفحة في 1 second لو انت مش شخص شغال فرونت اند. اما تكتب html:5 وتدوس تاب بالشكل ده، او علامة الاي وتدوس تاب، برضو هيعمل لك الصفحة. it's up to you، يعني كده او كده مفيش مشكلة. وهكتب هنا about me، وهكتب هنا welcome from about view على سبيل المثال، وبعدين اقول له اتفضل. ادي صفحه الاباوت اهي، مفيش فيها اي مشكله. وحابب اقول لك زي ما اتفقنا ان انت تقدر ترجع سترينج لو عايز. خلينا نكتب كده هنا سترينج، بس كلمه، ممكن ارجع كلمه مش شرط فيو زي ما انتم شايفين كده. هرجع بقى الاباوت تاني عشان احنا لسه لينا قاعده مع موضوع البيانات اللي بترجع والكلام ده كله. دلوقتي في كود مختصر ممكن تعمل بيه القصه دي، هنجربه في فيو تاني عشان نسيب دي زي ما هي. خلينا نعمل فيو اسمها كونتاكت. كونتاكت اهي .blade.php. وهكتب هنا اي، وهكتب هنا contact us او contact me زي ما تعجبك مفيش مشكلة. وهكتب هنا تحت welcome to contact me view مثلا. يعني دي الصفحة بتاعتنا اسمها contact، وعايز هنا هعمل راوت جديد ROC بالشكل ده. وشوف الفرق بينهم بسيط جدا. اول حاجة انت مش هتكتب هنا get، هتكتب هنا view بالشكل ده. الحاجة التانية هنا هتحط اول حاجه
الريكوست اللي الشخص بيروح لها، ومش وممكن ما تكتبش السلاش ولا هنا ولا فوق، مفيش مشكله خالص. هكتب هنا كونتاكت مي، ده اسم اليور ال اللي الشخص هيكتبه في البراوزر فوق، يعني هيكتب yourdomain.com/contact-me. هيوديه على فين؟ هيوديه على فيو اسمها كونتاكت. لاحظ هنا في جيت ولاحظ هنا في فيو عشان تفرق بينهم بس، وهقول له سيف وهعمل كده. دلوقتي انا في صفحه about me، هخليه يوديني على صفحه اسمها contact-me. ادي صفحه contact me، welcome to contact me view. طبعا يا شباب لو انت كتبت اي راوت غلط مش موجود هيجيب لك صفحه اسمها not found 404 not found. 404 ده اللي هو الكود، ده الريسبونس كود اللي معناه not found، ده ملوش علاقه خالص باللارافيل، ده حاجه في ال HTTP request بيرجع لك response code وبناء عليه بتعرف ده عباره عن ايه. طيب نرجع للصفحه بتاعتنا تاني. دلوقتي بقى عندنا الطريقتين عشان تتاكد من اللي انا قلته لك. ممكن نشيل دي من about me ونرجع على about me تاني اهو، يعني مش شرط تكتبها لو انت جوه الصفحه، مفيش مشكله خالص. كده نقدر ان احنا عن طريق الجيت والبوست والكلام ده كله نعمل الراوت بتاعنا، ونقدر ان احنا نستدعي الفيو مباشره بالشكل ده. ومع الوقت ومع انشاء الفيوز اثناء المشروع باذن الله هنتعلم حاجات اكتر واكتر، وهناخد تفاصيل اكتر باذن الله. حاجه اخيره جدا للناس اللي حابه ان هي تكون شغلها ادفانس جدا جدا جدا، جوه الراوتس في ملف اسمه api.php، ده اللي بيوريك الميدل وير، او بيوريك هنا الوسيط اللي بيضيف اوتوماتيك الاي بي اي بتاع الفريم ورك على كل لينك انت بتعملها او على كل راوت انت بتعمله. يعني بدل ما انت بتضيفه بايدك مانوالي، هو بيضيفه لك هنا اوتوماتيك لوحده من غير تدخل منك خالص. دي حاجه من الحاجات الادفانسد اللي لا ينصح لو انت لسه جديد في اللارافيل ان انت تسمع حتى اللي انا قلته ده دلوقتي، عشان بس ما يبقاش في حاجه صعبه عليك. كده عملنا الحمد لله الراوتس الاساسيه، ونكمل مع بعض عشان نتعلم باقي كل ما يخص الراوت باذن الله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم.